إذا بطل وضوء الإمام وهو يصلي في حالة السجود، فكيف يقدم أحد المأمومين؟ يقوم من السجود ويقدم أحد المأمومين بدله يكمل الصلاة، أو يقول للمأمومين انتظروا ويروح ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم، إما أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وإما أن يأمرهم بالبقاء ويذهب ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وهذا أحسن، هذا أحسن.